قبل أقل من شهر من كأس الأمم الإفريقية، قرر الاتحاد النيجيري إقالة جيرنوت روهر بعد 5 سنين في منصبه. القرار كان شبه متوقع في ظل عدم رضا الاتحاد والجمهور النيجيري عن روهر، بس اللي ما كانش متوقع هو بديله أوغستين أوين إيجوافون. إيجوافون نفسه اتفاجئ بالقرار وما كانش يتخيل قبل أقل من شهر من البطولة إنه يكون مدرب نيجيريا. ولكن دي مش أول مرة إيجوافون يكون مدرب نيجيريا أو يقودهم في كأس الأمم الإفريقية. إيجوافون المدافع الطويل ابتدى مسيرته كلاعب في سنة 1985 في نادي إي سي بي لاغوس في نيجيريا، وانتقل منه للجنت البلجيكي. مسيرة إيجوافون مع الأندية ما كانتش قوية قوي، ولعب خلالها لأكتر من نادي في بلجيكا وروسيا وأمريكا ومالطا، ولكن مسيرته مع المنتخب كانت رائعة. 49 ماتش دولي بين عام 1987 حتى عام 1998 شهدوا تأهل نيجيريا لكأس العالم للمرة الأولى سنة 1994. إيجوافون كمان كان موجود في فوز نيجيريا بكأس الأمم الإفريقية سنة 1994. بعد اعتزاله لكرة القدم في نادي سليما ووندرز في مالطا، تولى تدريب الفريق لفترة قصيرة، بس أهم فترة في مسيرته التدريبية كانت ما بين عام 2005 وعام 2007 لما تولى تدريب منتخب نيجيريا مؤقتا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2006. إيجوافون كان في جهاز مؤقت مع سامسون سياسية ودانييل أموكاتشي وإيكي شرونومو، وقادوا نيجيريا لبرونزية أمم إفريقيا 2006 في مصر. بعد الإنجاز ده كان المتوقع أن مسيرة إيجوافون التدريبية تنطلق، خاصة مع رفضه أنه يكون مدرب دائم لمنتخب نيجيريا. ولكن بعدها تجارب إيجوافون ما كانتش بالنجاح الكبير، سواء في جنوب إفريقيا مع بلاك ليوباردز أو في الدوري النيجيري مع إنيمبا. ولكن في 2010 التاريخ اتكرر مرة تانية بعد رحيل لارس لاجريباك عن تدريب نيجيريا بعد المونديال. إيجوافون اتعين كمدرب مؤقت وبرضه رفض إنه يكون مدرب دائم للمنتخب وتولى تدريب المنتخب الأولمبي. إيجوافون فشل في التأهل لأولمبيات 2012، وبعد تجارب محلية برضه لم تكلل بالنجاح تولى منصب المدير التقني لمنتخب نيجيريا. ومع رحيل روهر كان إيجوافون الخيار الأول لتعويضه مع ضيق الوقت. الاتحاد النيجيري بعدها أعلن تعيين جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق كمدرب للمنتخب، ولكن بيسيرو فضل أنه يسيب مهمة كأس الأمم الإفريقية لإيجوافون. إيجوافون قال أنه تفاجئ من تعيينه كمدرب مؤقت للمرة الثالثة لمنتخب نيجيريا. جهاز إيجوافون تكون من لعيبة كبار سابقين لمنتخب نيجيريا زي جوزيف يوبو وساليسو يوسف. تصريحات إيجوافون قبل البطولة كانت عن تواصله مع اللاعبين وعلاقته الجيدة بيهم. إيجوافون عموماً من المدربين المحبوبين جداً في نيجيريا بسبب تاريخه مع المنتخب كلاعب ومدرب، وكمان الجهاز بيحظى بدعم شعبي كبير بوجود أساطير زي نوانكو كانو وجاي جاي أوكوشا وجاربا لوال كمستشارين. ولكن على مستوى اللاعبين إيجوافون عنده مشاكل كبيرة زي عدم انضمام فيكتور أوسيميان وإيمانويل دينيس، بس برضو إيجوافون لسه عنده أسلحة مهمة زي سامويل تشيكويزي وكيليتشي إيهيناتشو. أكيد تأهل نيجيريا من مجموعة مصر والسودان وغينيا بيساو شيء متوقع، بس هل تقدر نيجيريا تعادل إنجازها في 2019 بالوصول لنصف النهائي؟